أهلا بكم أبنائي طلبة الصف الأول الثانوي في درس جديد من دروس البلاغة، وهو درس الاستعارة. الاستعارة يا أبنائي قائمة على التصور والتخيل. مثلا لاحظ معي ما يلي: الخوف يطاردني، أمسكني التعب. عندما نقرأ هذين المثالين نجد أن الجملتين خياليتان غير حقيقيتين، لأن الخوف لا يطارد والتعب لا يمسك. ونجد أن الجملتين مبنيتان على التشبيه، لأنني شبهت أو تخيلت أو تصورت أن الخوف أو التعب إنسانا يطاردني أو إنسانا يمسكني. ونجد أيضا أن الجملتين عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه، وطرفي التشبيه المشبه أو المشبه به. مما سبق نتعرف على الاستعارة، والاستعارة أبنائي هي تشبيه حذف أحد طرفيه، إما المشبه وإما المشبه به. ويتحدد نوع الاستعارة على حسب الطرف المحذوف، فإذا حذف المشبه به كانت الاستعارة مكنية، أي أن الاستعارة المكنية هي ما حذف منها المشبه به، مثل طاردني الخوف، صور الخوف بإنسان ثم حذف المشبه به وهو الإنسان. إذا حذف المشبه كانت الاستعارة نوعا آخر تصريحية، فالاستعارة التصريحية هي ما حذف منها المشبه، وسميت تصريحية لأننا صرحنا بالمشبه به، مثل عبر أسودنا قناة السويس، فصور الجنود بالأسود ثم حذف المشبه وهو الجنود وصرح بالمشبه به وهو الأسود. لاحظ معي ما يلي: الاستعارة المكنية كما سبق وقلنا هي تشبيه حذف منه المشبه به، مثل قول الحجاج: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. قال الحجاج: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. أينعت نضجت، قطافها قطعها. نلاحظ مما سبق أن الرؤوس لا تنضج يا أبنائي، وأن النضج من صفات الثمار، فنفهم من ذلك أنه صور الرؤوس بالثمار وحذف المشبه به وهو الثمار، وأتى بشيء يدل عليه وهو أينعت أو نضجت. ومن هنا فهي استعارة مكنية لأنها حذف منها المشبه به وأتي بالمشبه فقط. الاستعارة التصريحية هي تشبيه أيضا حذف منه المشبه وصرح بالمشبه به، أي أنك تجد في المثال المشبه به ولا تجد المشبه. قال المتنبي: وقد قابله ممدوحه وقام إليه وعانقه، فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. قال المتنبي: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. فهو في هذا البيت يقصد ممدوحه، فقد صوره مرة بالبحر ودأب العرب على تشبيه الكريم بالبحر، والأسد هو الرجل الشجاع، وفهمنا ذلك لأنه وصف ممدوحه بالبحر وبالأسد. وتسمى هنا الاستعارة استعارة تصريحية لأنه حذف المشبه وهو الممدوح وصرح بالمشبه به وهو البحر والأسد أو الأسد. والدليل على تشبيهه بالأسد قوله: مشى،
أن البحر لا يمشي لأحد، وتعانقه الأسد لأن الأسد لا تعانق الرجال. أسرار جمال الاستعارة هي نفسها أسرار جمال التشبيه. أولا التجسيم عند تشبيه معنوي بمادي، والمادي أو الشيء المادي هو ما يدرك بالحواس الخمس: السمعي والبصري والشمي واللمسي والتذوق، والمعنوي هو ما يدرك بالعقل أو التصور وليس له صورة مادية. التشخيص عند تشبيه أي شيء بإنسان، والتوضيح عند تشبيه مادي بمادي أو مادي بمعنوي أو معنوي بمعنوي أو إنسان بأي شيء. في ختام هذا اللقاء أرجو أن نكون قد فهمنا الفكرة المبسطة للاستعارة، والاستعارة كما قلنا سابقا هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فإذا حذف المشبه به كانت الاستعارة استعارة مكنية، وإذا حذف المشبه كانت الاستعارة استعارة تصريحية. وأسرار جمال الاستعارة هي نفسها أسرار جمال التشبيه: التجسيم والتشخيص والتوضيح. وإلى هنا أبنائي نأتي إلى ختام هذا اللقاء، وأرجو أن نكون قد استفدنا من هذا اللقاء القصير، والله الموفق، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.